عيد المعلم، هدايا أم رشاوة؟ يقال قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. يصادف عيد المعلم في الأول من آذار، حيث يحتفي العراق بالطبقة التدريسية تقديرا لرسالتهم ومكانتهم العلمية، كما أنه يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريسيين. ولكن هنالك من أساء لمكانة المعلم من خلال تقبل الهدايا من التلاميذ والطلاب. تلك الهدايا لها مردودات سلبية على علاقة المعلم بالطالب. بعض المعلمين يجبرون الطلبة على نوع الهدايا، والبعض الآخر يوبخهم لأنها بسيطة. تلك الهدايا تؤثر أيضاً على سير العملية التربوية في المدارس، حيث منعت وزارة التربية المعلمين من استلام الهدايا، كما شددت على بث الوعي التربوي بين إدارات المدارس. أخبرنا رأيك، كيف تقيم استلام التدريسيين للهدايا الطلابية؟